مرحب بحضراتكم في طعم البيوت، اهلا بيكم. ومن داخل المطبخ بنبتدي اولى فقراتنا، ومعانا النهارده الشيف ايمي شلبايه. ازيك يا ايمي؟ ازيك يا عبير، عامله ايه؟ حبيبتي ده نوري. الحاجات شكلها جميل قوي يا ايمي. انت النهارده عامله لنا فتت شاورما، مش كده؟ بالظبط. عايزين نبتدي بالرز مثلا عشان خلصان بس اللي هو بتاع الفته. هنبدا بالرز وهنقول طريقته كامله، لكن تعالوا نعمل الشاورما مع بعض عشان في ستات بيوت كتير جدا بيقولوا لي ان احنا لما بنعمل الشاورما بنحس ان هي بتبقى مسلوقه، مش كانها شاورما اللي بنجيبها من بره. اوكي، في خطوات بسيطه جدا هنتبعها واحنا بنعمل الشاورما، هتلاقي الدنيا معاكي بقى طعمها وريحتها زي بتاعت بره بالظبط. ماشي. اول حاجه انت هنا بتستخدمي زبده فلاحي. بفضلها جدا خصوصا في الوقت اللي هو بتاع الشتاء، اللي اكتر الولاد طبعا احنا عارفين، واحنا كمان بنبقى معرضين لنزلات البرد والكلام ده كله. خلينا ناخد كل الحاجات اللي مليانه فيتامين وسعرات حراريه والكلام ده كله. انت كده بتحطيها من غير نقطه زيت ولا حاجه؟ مش بتتحرق ولا اي حاجه؟ لا، المفروض دايما اسمع لازم نحط نقطة زيت عشان ما تتحرقش. الكلام ده بيبقى في الزبده الصفراء اكتر من الزبده الفلاحي. أوكي. تمام. اول حاجه تحفه الزبده، ريحتها تحفه. هي لوحدها يعني ريحتها جميله، هي حاجه كده حاجه جميله يعني عظمه بصراحه. هنسيب الزبده تسخن وهنسيبها السمنه بتاعتنا يعني تسخن تاخد درجه حراره كويسه. هنبدا ان احنا نتكلم عن الشاورما. طبعا الشاورما معايا متبلاها دي ولا ايه؟ انا متبلاها. لازم لازم خلينا نكون متفقين ان هي مش هتاخد وقت كبير على النار، فلازم نتبلها قبلها. أوكي. عشان الطعم وتتسوى بسرعه. طب ثواني، ده دي صدور ولا وراك ولا ايه ولا اي حاجه؟ حبيبي دي شاورما لحمه. لحمه؟ انا اسفه والله فاكراكي بتتكلمي عن شاورما فراخ. هنعمل النهارده شاورما لحمه. انا حباها، انا بعشق الشاورما اللحمه. لو تفتكري زمان خالص لما كنا بنعملها في العيش الكايزر، ايوه كان طعمها يجنن ازاي. فاحنا النهارده هنقطعها رفيع قوي صغير، شرايح طوليه. تمام. وبعد كده هنبدا ان احنا نغسلها الغسله ايا كان المتعودين عليها، سواء هنصفي الدم بس او هنشطفها شطفه بسيطه تحت الميه. وبعدين هنبدا تقول لنا اللحمه ما بتتشطفش. بحب اشطفها بصراحه. بحب اشطفها شطفه بسيطه في مصفى، الشطفه دي بتنزل لو في شويه دم صغيرين موجودين فيها وهتتشطف. طيب. يعني احنا لسه ما سحتش. خليها تسيح وتسخن كمان، تاخد درجه حراره عاليه. التتبيله طيب بتاعت التتبيله بتاعتنا هنقول بصله مبشوره متصفيه كويس من الميه. ميه البصل هنشيلها في برطمانات بلاستيك في الفريزر عادي خالص، نستخدمها لتصبيع الكفته. أوكي. او لتتبيله البوفتيك عشان بس ما نهدرش حاجه، كلنا شايفين ان الدنيا بقت غاليه، فنحاول نوفر على قد ما نقدر. هنحط كمان مع التتبيله طحينه او زبادي. الطحينه او الزبادي بيدونا نتيجه واحده مع الشاورما لتطريه اللحم. بعدها على طول هنبدا ان احنا نضيف شويه من الفلفل الاسمر، بهارات اللحمه او بهارات الشاورما. وهبدا كمان ان انا اضيف شويه من الخل، شويه من الثوم الفريش. وهبدا في الوقت ده انا بس عايزاه يسخن اكتر، ما عملش الش فانا عايزاها تسخن اكتر عشان تاخد الصدمه جامد. هنبدا ان احنا نحط كل المكونات بتاعتنا مع بعض، وهنبدا ان احنا نتبلها تتبيله كده كويسه، نسيبها ليله كامله في الثلاجه. احنا في الشتاء ما فيش اي مشكله خالص، ما حبيتش ان انا احط بهارات كتير او اي حاجه. عايزه تضيفي بقى اي بهارات من عندك، ما فيش اي مشكله. تمام. خالص. لكن مش هضيف بهارات كتير ولا حاجه عشان احاول. هي مش بتاخد وقت بتهيالي كتير، مش كده ولا خالص؟ احنا بس عايزين ان الدنيا تعلى عندي هنا زياده، فهبدا ان انا بس هبدا بقى بعد كده بعد ما اتبلها ليله كامله او ساعتين على الاقل في الثلاجه واغطيها، هبدا ان انا اطلعها. مش هصفي منها اي حاجه خالص، هي المواد اوريدي خلاص لزقت فيها وبقت مواد جافه. عشان كده بقول لك ما خدتش بالي انها لحمه من كتر ما هي لونها خلاص بقى ابيض، لونها خلاص يعني من البصل والزبادي او الطحينه. من كل الحاجات حابين نضيف شويه من المسترد عشان تدي مزازه حلوه. ما فيش مشكله. اوكي. حابين كمان نضيف شويه من المايونيز، برده بيدي طعم حلو قوي. المايونيز اصلا يعني كلها حاجات تطري اللحمه، حاجات تطري لنا اللحم. والسمنه اصلا اوريدي هتطري لنا اللحم، ما فيش اي مشكله. تمام. خالص. هنبدا ان احنا دلوقتي نضيف اللحمه بتاعتنا للوك بتاعتي. ماشي. احنا هنحطها نبقى كده خلاص، هتفضلي تقلبيها بقى بعد كده بس بعد لما تاخد. بس هحاول على قد ما اقدر ان تكون حاجه واسعه بحيث ان انا احطها كله ياخد السخونيه. كله ياخد. مش هنضيف ميه خالص، وهنحاول على قد ما نقدر ان النار تبقى اعلى من كده بشويه كتير علشان ما تفرز اي صوص او اي ميه، لان انا عايزاها تنشف عشان معي. فعلا زي ما انت بتقولي بقى ما تبقاش مسلوقه يعني. بالظبط كده. وتنشف معايا على قد ما تقدر، وبعدها هبدا بمجرد ما تاخد لون من تحت نقلبها. وخلاص كده تمام. الشاورما بتاعتي خلصت. طيب نشوف الرز بقى بتاع الشاورما عملتيه. الرز بتاع الشاورما بحب دايما اعمل مع الرز سواء رز بسمتي، هو عموما اللي معايا النهارده رز بسمتي. الرز البسمتي بجيبه بنقعه حوالي 3 ساعه 20 دقيقه نص ساعه، بعد كده بصفيه من الميه. بعدين بجيب بصله مفرومه. البصله بتدي طعم مسكر جدا في الرز، بلاش نستغنى عنها خالص. اوكي. خصوصا لما يكون رز يعني هنعمل له لون حركات والكلام ده كله.
هبدا ان انا اعمل الرز بتاعي، اشوح البصله وابدا احط مع البصله كل البهارات بتاعتي سواء كاري سواء كركم. عايزين نحط الوان عشان يدي لون اصفر لو حابين، مش بيظبط معانا اللون. ممكن نحط الوان جل عشان صحيه اكتر. تمام من عند العطار، وبتقعد فتره كبيره وموفره مش غاليه يعني. طيب انت دلوقتي نقعاه هتحطي له برده كوبايه لكوبايتين ميه او شوربه ولا هنحط برده هنحط لكل كوبايه رز بسمتي كوبايتين من الميه. اوكي خلاص. هنبدا بقى في الوقت ده نحط كل البهارات بتاعتنا، سواء عيدان قرفه سواء ليمون مجفف ايا كان اللي احنا عايزينه، فلفل اسمر، شويه من البهارات بتاعه الشاورما، في الزبده او السمنه ايا كان الماده الدهنيه. وهنبدا ان احنا نشوح مع البصل، وبعد كده نضيف الميه بتاعتي. حلو. بزياده شويه وهنسيبه يتشرب. هنحضر العيش ازاي بتاع فتت الشاورما ده بتاعتها. عيش بلدي برضو. عيش بلدي يعني. بصوا احنا النهارده الموضوع هيكون موفر معانا لاقصى درجه. يعني نقدر نعمل بكيلو او نص كيلو من اللحمه، بسيط جدا، نقدر نعمل بيها وجبه متكامله. يعني نقدر نعمل فتت شاورما بالرز مشبعه، وهنعمل برده مع بعض بالعيش الكايزر وبعيش التورتيلا، وهنشوفه مع بعض ان شاء الله. السندوتشات هنشوفها في الاخر بقى ان شاء الله. تمام ان شاء الله. طيب احنا هنا فاضل لنا ايه، الشعريه ولا هنعمل شعريه؟ وهنعمل الشعريه النهارده برده بالزبده الفلاحي. خلينا بقى نبقى نرجع ده اللي هو الطعم بتاع الجدات بقى. جدتنا أيوة يعني. اوكي هنبدا بس ان احنا نضيف، خلينا دايما في الحلويات نستخدم السكر الباودر والفانيليا. الفانيليا مع السكر الباودر، النهارده السكر هو خرز بس انا ضايفه شويه للبن من الفانيليا وشويه من السكر الباودر. اوكي احنا مقادير تقريبا بقى بيبقى مقاديرنا بسيطه قوي، هي شعريه. خلينا نقول لكل كوبايتين لبن هنحط لها نص كوبايه شعريه. الشعريه حجمها بيتضاعف وهتحسي بطعمها، وطبعا هنضيف شويه مكسرات، زبيب، الحاجات دي. فكله هيدي شويه حلوين في اللبن يعني. طب او انا كان يعني في فكره ان انا بشوف ناس بتعملها الاول شعريه بتسويها عادي، وبعدين ساعه التقديم بتضيف عليها لبن. ساعه التقديم دي حاجه تانيه بقى. لا هقول لك على حاجه، الحاجات دي تقريبا انت تقصدي المخروطه؟ لا معرفش، بس الشعريه لا الشعريه دي حتى ناس عملوها هنا معانا اول مره اشوف حد بيسويها اصلا في اللبن. انا بسويها بنص كوبايه ميه وبعد ما تبدا ان هي تدي غليان لازم اضيف الحليب على طول. اوكي تمام بس طبعا هي بتتاكل وهي سخنه، يعني في نفس الوقت اللي احنا خلاص هنقدمه فيه هنعمله ما بتاخدش اصلا دقايق. انت بتحطي مكسرات ساعه التقديم ولا بتحطيها جواها برده؟ وقت التقديم. وقت التقديم ببدا ان انا اضيف المكسرات. احنا عندنا ايه تاني؟ عندنا حاجه تانية؟ احنا عندنا سلطه الطحينه النهارده انا بحبها جدا. طبعا نقدر بقى نحط كاتشب، شاورما طحينه على طول. بس انا بحب الطحينه، بحب قوي ادهن الساندوتش كده بالطحينه. هي شاورما اللحمه فعلا لازم معاها طحينه، بتبقى بتديها طعم حلو. الطحينه بتاعتي بسيطه خالص، هنجيب مقدار طحينه معايا شويه ميه دافيين. الاول هنضيف شويه ثوم وشويه خل وشويه كزبره ناشفه، وبعد كده هنبدا نضيف لهم شويه من الطحينه، نقلبهم في بعض ونبدا نضيف الميه الدافيه. ممكن نحط مايونيز هيديها شكل كريمي وطعم حلو قوي، او زبادي او زبادي. الاثنين بيدوا نتيجه حلوه جدا، والاثنين مع بعض كمان بيفتحوها. الاثنين مع بعض بيدوا حاجه فظيعه بجد في الطعم. بس الكزبره دي جديده يعني، نجرب الكزبره في خلينا دايما كده حاطين في دماغنا ان طول ما في توم خلينا نحط شويه كزبره، هتفرق جدا في الطعم وفي الريحه وانت بتسوي وكل الحاجات دي. اوكي هتدي طعم حلو جدا. طيب زي الفل. انا هسيبك تكملي الشاورما ونظبط هخلصها وابدا اضيف بقى. خلاص نشوفك في نهايه الحلقه ان شاء الله. انا موجوده ونشوف الاطباق في شكلها النهائي. وبرده طبعا الفقره دي كلها اللي يحب يعيدها مره ثانيه عشان يعرف التفاصيل الخاصه بيها وكل طبق على حده، يشوف صفحتنا من خلال الفيسبوك عشان يقدر ان هو يعرف بتأني كده تعرفوا التفاصيل الخاصة بكل طبق على حدة. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا مع آخر لمسات الشيف، وواضح طبعا سندوتشات جميلة ريحتها حلوة جدا. هنستعرض معاكم مرة تانية الشاورما، نبدأ بالشاورما تاني عشان نشوف سندوتشات عملتيها ازاي. السندوتشات ريحتها جميلة تحفة تحفة. احنا اتفقنا ان تتبيلة الشاورما هنحاول على قد ما نقدر ما نحطش فيها مواد سائلة علشان لما تنزل في الطاسة بتاعتنا تاخد صدمه قويه جدا، سواء سخونه الماده الدهنيه او سخونه الووك او الحاجه اللي بنستخدمها على النار. اوكي هنبدا ان احنا نتبل الشاورما بتاعتنا، طحينه، زبادي، طحينه او زبادي. هنبدا نحط البهارات المتاحه عندنا في المطبخ، يعني بحب جدا مع الشاورما الفلفل الاسمر، شويه كمون لا غنى عنه، وشويه كمان من الملح.
اوكي. وبعدين هنبدا ان احنا نضيف كمان بصله مفرومه او مبشوره وهنصفي منها الميه، ونبدا نضيف لها بهارات شاورما او بهارات لحمه ايا كان برده المتواجد عندنا. يعني احنا حطينا التفل بتاع البصل ولا الميه؟ لا تفل البصل. تفل البصل. شيلي الميه للبوفتيك او شيلي الميه لاي حاجه تانية نقدر نستخدمها. تمام. هنبدا نسيبها ليله كامله او ساعه ساعتين ايا كان في الثلاجه. تمام. وبعدين هنبدا ناخدها على الطاسه او الصينيه ايا كان ونديها صدمه قويه، هتمتص كل السوائل اللي فيها، هتتحمر ونقدر نقلبها على جنب التاني وخلاص الشاورما بتاعتنا جهزت في دقايق. نقدر نشيلها في الفريزر، مفيش اي مشكله، مفيش اي مواد حافظه هتاذينا لو شلناها وخزناها في الفريزر عشان نطلعها ونستخدمها على طول. بس انت حاطه دلوقتي شرايح اهي بصل مش بتحطيها توم؟ قبل ما اشيلها من على النار لازم طبعا توم فريش. انا نسيته. لازم طبعا توم فريش طبعا. وهنحط كمان شرايح من البصل الجوليان في الاول. نديها تقليبه بعد ما تاخد الدرجه بتاعه اللون الغامق بتاعنا. وبعد كده بقى نضيف فلفل سبايسي، نضيف طماطم من غير البذر بتاعتها، والكلام ده كله بيدينا طعم حلو قوي. ماشي. انت بقى مستخدمه هنا عيش كايزر وهنا عيش التورتيلا اللي هو الجاهز عادي في الماركت. سعره بسيط مش غالي قوي. لكن بيدي طعم حلو قوي للولاد. نقدر نعمله بقى على شكل كونو او على شكل ايا كان الشكل اللي احنا حابينه، هنقطعه او هنسيبه كده مفيش اي مشكله خالص، او نقدمه مع الفتت الرز زي ما احنا ما عملنا زي ما الناس حباه جدا او الولاد حابينه اليومين دول. نقدر نعمله بكل الاشكال. على فكره انا عايزه اقول لكم ان انا النهارده معايا نص كيلو من اللحمه بس. عملت كل ده. الفته بتحط لها بقى، يعني في ناس تحط عليها زبادي ولا دي شحنات الشاورما حط لها زبادي؟ ما هو انا قلت في التتبيله احنا هنضيف زبادي وهنضيف طحينه، بس انا بما ان النهارده معايا سلطه الطحينه هملى بيها الساندوتش طبعا عشان احنا بنحبه كده. فانا حاطه للخلطه بتاعتي زبادي عشان طعم السمسم ما يكونش طاغي يعني على الاكل بتاعنا. تمام. اوكي. انا عجباني قوي شكل الشعريه لما قدمتيها في كاسات كده جديده دي برضو. يعني خلينا كده عارفين طبعا ان احنا العين بتاكل قبل المعده. فهنا ندلع الولاد وندلع نفسنا احنا كمان. لا شكلها حلو قوي فعلا. دلوقتي بس دي هنفضل ناكلها سخنه لازم تتقدم؟ مش لازم، لكن عشان المواد الدهنيه اللي فيها ما تجمدش اكتر وتبدا ان هي تدي طعم. وطبعا الله بقى على رشه مكسرات على الوش بتدي طبعا ذاكره قويه، سعرات حراريه كويسه للولاد عشان النشاط والكلام ده كله. طب راجعينا احنا عملناها ازاي؟ يعني انا حطيت زبده فلاحي ايا كان الماده الدهنيه اللي هستخدمها، حطيت الشعريه بتاعتي، حطيت رشه بسيطه من الملح على الشعريه عشان توحدي لون الشعريه، لان طبعا دي حلويات. ملح مسكر ازاي هيبقى سكر وملح؟ خلينا نحط رشه بسيطه ونجربها، هتدي لون للشعريه حلو ومش هتطغوا على الطعم خالص. طيب. تمام. بعد ما بتقلبيها بتنزلي اللبن؟ بعد ما بقلبها بكون ضايفه لللبن السكر الباودر وشويه من الفانيليا وببدا اضيفه. حابين نضيف شويه من الميه تاخد غلوه الشعريه عشان تستوي، وبعد كده نضيف الحليب بتاعنا او اللبن، مفيش اي مشكله خالص. وبتتقدم وبتتحضر في دقائق. جميل. تسلم ايديك، الاكل هايل وجميل. وسانشات كانها سانشات من بره يعني. ايوه من الكايزر بالذات قريب لقلبي. بشكرك جدا. العفو. ميرسي. انا اللي بشكركم. شكرا ليكي يا هدى، وشكرا للشيف ايمي شلبايه باطباقها الجميله. واللي يحب يراجع الاطباق دي ويشوف تفاصيلها يرجع لصفحتنا على الفيسبوك. هناخد طبعا راحه النهارده بقى انا وهدى، وبكره ان شاء الله هيكون في فريق عمل جديد وفقرات متنوعه ودايما زينه بطعم البيوت. لينا واطبخ لينا، الريحة الخطيرة دي طالعة من هنا، فاحت وجرت لنا رقنا كلنا. بقول لك ايه، ما تهيا بينا نعزم جيراننا وصحابنا واهلنا، شكلها اكلة منه عاللي بيلمنا، طب وطي النار لسلس مننا. اوه هلا هلا هلا، ودي معلقة من وش الحلا، ومقرمشة واسمها مغاليس. الله الله الله، نقلب ومزمز وتسلى، ايوه انتوا ابدا عنها بحته بليز. اوه الله الله الله، ودي معلقه من وش الحلا، لحم القعر محروقه ومقرمشة واسمها مغاليس. الله الله الله، نقلب ومزمز وتسلى، ايوه انتوا ابدا عنها بحته بليز. وقعين في دوامة حدق وحلي، طول ما الطبق مليان حاجات تخلي بطنك تعوز، دايتك يبوظ.